اوف واحد يمشي لحين لحين يمشي. تسمعون؟ ايه طف طف شمتك طف شمتك. ادري ان احنا منيش طف شمعتك خلاص. حط اغراضك داخل صندوق الجيمر. ليش فراش؟ فوشنا هني جبت فوشنا انت كلها. انت جبت فراشك؟ لا ما جبته. لا والله. ايه؟ روح جيبه. انا مو قادر احط فراشي. اي كذا حطيته. مشكلة عادي. في احد برا. ادري. شو نسوي؟ هو يشوف كم واحد فينا داخل؟ اكلمه؟ اقول اني وانا اوت. كلمه كلمه شوف. اني وانا اوت ذير. اي. زد ولا اكسي؟ في. اي. ان صارت الصجية ولك. اي صح عليك. ماكو حكي. صوب عدل تكفى مو تهمنا احنا. اوكي جايز. نطلع له؟ اوكي جايز. جو. كنت بطلع انا والله. خلاص. يبا. باب بيتك سكرت انت ها؟ اعتقد. خل ما نشيك، خل ما نشيك. لا لا خلاص ما يقدر يبوق فراشك صح؟ ايه بس يبقى غاض لداخل، ماكو غاض؟ ماكو غاض. كلهم معي كان. اي. تسمعون صوتي انت لما اتكلم انا؟ دق في. هلو. ما يرد صوتك انت لا. والله. هلو. ما اطلع شيء. احسهم مساكين تي لو بناخذ بيتهم. هذا كان اختيارك. حطيت الاغراض. طلعنا طلعنا. ها؟ طلعنا؟ لا لا بعد. لا طفي الشمعات خلينا نطلع كلنا نسكر الباب. خافك هو عنده ليزر وعنده صراحة واصل حيل غشاش شو. شفت شلون يمشي؟ يدور على المكان. مش كان ساكت ولا كل شيء؟ يا سلام. خرمس. عشان بالشمعة ولا لا؟ لحظة خلنا نشوف. ها باب مفتوح باب مفتوح. خله خله. وافتحه. سكره صارت صجية. إذا ما يعني. وبالبيت الثاني. يعني ثلاث. ثلاث يعني؟ أخاف إنه قاعد في البيت. جيراننا يعني؟ جيراننا خلينا نحاول نتكلم نتفاهم معاه، خليه فرندلي خلاص. كاو كاو برا برا كاو. وين وين؟ طفى شمعته. هلو؟ هلو؟ ليش ذبحته؟ ليش؟ ليش ذبحته؟ ليش ذبحته؟ حرام عليك. لا 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 ليش ذبحته؟ ما عنده شيء مو في شيء. ادري مفصخ سلطة ملط، شو قلت تذبحه؟ يا الله عليك. خله يعني عادي. خلنا نسوي حركة. انت شرير، انا بخلي قائد ثاني حق، شنو هذا القائد الخبوط هذا؟ لا تذبح حد. هذا بيت تصدق؟ لا مو بيت لا. احنا مو احنا بايقين المكان محتلين كذي. دش بس دش خايف منه دش. مو خايف منه حرام يعني. حرام شنو؟ تعال خلي رفيج انا بعد بروح دك. لا كان كلمنا قلنا لا ازلف خلاص لا تقعد هني. راح يمشي صدق. رفيجنا عشان يغدر فينا بعد. لا لا مو خلي رفيجنا يخسرك يعني اقول لك انه نمشي نقول. قاعد منخش والله طق هيد شوت. اذا عندك بو عندك بو يا حجي صدق. فاهم يا هيد شوت بالبو خلاص يموت. صدق؟ اي. إذا كان واقف سهل تحوش الباب، إذا كان يتحرك مستحيل اللاعب يا لاعب يا لك لا تطق ابو طق بالهاتشت بالفاس. تقل إلى رحمة الله. كله منك. كل كان يعان دواء أكل، إحنا ما غينا بالحالات بعد شلون؟ مع نفسه. إحنا ما غينا بالمواقف، لكن أنت ما ساعد الناس. بنص اليوع دشيت على عصابة مافيا وذبحوني برشاشة. هذه الله. على عصابة وقايل لهم بمكان آمن. قال لك ها كان آمن بس تحموني قلت لهم وايد آمن الوكال اللي اعطوك اياه شيء بعد والله قايل هذا الزغيطط قاعد يدور يتمشى يخوفنا. قلنا له انا ما قلتلك انا كنت بكلمه انت طاع طاع مشكلتك شكله كان مسوي شيء كراوتش هو اي كان مسوي كراوتش قاعد ناطر كنت بكلمه شو يبي اكل ناطي اكل يمشي خلاص مو قطع طع شيء هذا العالم احنا نعيش فيه بس ادري قصدي نحتل المكان لكن مو كذي
نعطي اي كل نقول له بعيد لا نجيب لكم مثلا لا توري العب بعيد العب بعيد شنو تقول ناصر شنو تقول ناصر ايه قول كلا شو تقول داك 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 دوري ايوه شنو دك 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 توري دك توري زين قاعد تشيل لعبته خلنا نروح نشيك على بيتي وانت روح تشيك على بيتي راح تلعب علينا شان سمعت انا قلت لك وسكتوا راح تمشي يلا روح تشيك على بيتي يلا دقيقة خليني اعطيك اغراض مهمة ما عندي شيء مهم يعني عندي كلوس صدق امسك الكلوس بس راح يجيب فراشك تعال بسرعة يلا اكل اكل اروح وياك امت عادي عندي بس الهاتشت اروح وياك باكل هاتشت بعد اروح وياك لا لا تجيب اخر منك رايح مفصخ ولا شيء يذبحني يذبحني يا عمي سروالك شروالك اخذ اخذ اغراض يا عمي هذا قاعد يمطر علينا اشياء وينه وين يقطها ايوه هني رايح انا يلا سكر الباب مع السلامة يا صديقي ما اخذت انا ولا شيء كل ما طقي تاخذ انت اسوي وودن بلاك واحدة بس ناقص عيب اعطيك 30 انا اخذهم اي خذيت نقدر نسوي الارضية نقدر نسوي ثراء نسويها انا شلت فراش يقول ان شاء الله ما اموت ان شاء الله يا ليت تموت عادي ادلة على الصور انا ناقل المكان هذا صدقني واحد اللي قاعد تشرق قاعد تشرق الشمس ترى والله حرام تخلص الشيء مع الفاضي اذا ما اشوف شيء اي صح انا خلاص انت شوف قاعد تحفر انت واقف اذا قاعد تشوفوني انا صارخ الشمس 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 قاعد تشرق الشمس ليه تحفر استذب ناصر المستذئب يطلع طيح اقاض حلوه والله اكس طيح لك يقول لك 5 انتقالات فاتك الانتباه ايها الجمعه انا جاي ترى هذا انت صوتك انا جاي هي يقول لك شاب جمعه ايه ايه افتح لك افتح لك هذا انت ايوه ايه انت اللي دشيت ايه الطواش وخر فيك الطواش حق شاف زاوية ايش كبرها الله يهداك حطيتها مش فيهم اتحاد انجليزي على مدرب ليفربول طلعنا طلعنا نشوف باغا شمس شمس باغا نشوف اطلع انا بروح اجمع خشب ها يلا يلا اعطني اقاضي اعطني على الودن بلانكس لحظة لحظة زين اعطني الاكس حقي بس العند قوي لا لا خذ خذ القوي حق الهوشات بس قطه رده حطه بالصندوق ولا شنو امسك حطهم بصدق اطلع فيهم ذول هذاك الهاتشت والاكس حق الهوشات نروح نغسل ناس ولا شيء ناخذهم نطلع فرد بخليه معاي بس ما راح ارمي فيه خافك تموت خله بصندوق عشان ما ينتهاوش اذا هي بس اطلع الفرد عشان ينحاش كيفك انت مسؤول عن الفرد اللي طلعنا يلا تشوف شيء ناصر ما تشوف انت كاش قلت لكم ثلاث خشايب واحدة سنتين وين الثالثة؟ ولك ايش كبرهم صدق؟ ايه كبار يعني لو مسوي سنتين كافي خلاص سنتين تحط سنتين وخلاص ايه قبل لا يخلص الكرافتنج صح؟ لحظة كنسل كنسل انا مسوي كم واحدة لحظة خلصها انا بروح اجمع الخشب كنسلتهم كلهم بس اسوي سنتين ها؟ سكر الباب انت صح؟ بطل الباب يا رب جيمر تكفى سكره مو كذي ان شاء الله مشرعه ومخليه ويما احنا يعني بنمشي بعيد احنا يما خشبني يما غار سكره هذا من طفاها النار لا ناصر تشكك 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 يا يما قاعد تسمعون مني صح؟ ايه انه اصلا ماكو صوت حق اللعبه تشك ماكو صوت تشك تشك
تك تك هناك صوت هذا. والله رحت للشجرة عشان اشوف البيتين جنبي. ذاك واحد ذبحه شنو؟ قاعد اسوي كرافتنج انا. بيت مفتوح بابه. ليش طل؟ كنت تحصل شيء. فاضي. بيت ثاني مفتوح بابه. في شيء قاعد يطيح من فوق الجبل. طلع واحد ميت. واحد انتحر. حياة قاسية غصت حياة قاسية. لا لا نبي بابنا حديد لا حد يجي. نسوي حديد خلنا نسوي فرن نحنا. خلنا نقعد بالبيت أنا على ما خلص الكرافتنج. ما من هذا أنا يطول. يعني دور كا لقيت خشب. شلون تلقى الخشب؟ دور. كم واحدة؟ ما راح ناديك. كل ما قال واحدة سبعة. يعني تطلع عادي من الشارع الواحدة هذا الخشب الصغار تطلع منهم بميوكي. افتش كل شيء انا. اهم شيء يجمعوا خشب الحين تفتيش لاحقين عليك. يعني بس خشب؟ هذي الارضيات. منطقة انت ما في الا احنا الحين ذاك يطلع من السيرفر بغى يذيب شوت كلب وراي بغى حتى انا. اوكي سويت الارضيات اربعة باربعة قصدي اثنين باثنين صار حجمه زين يعني لك وراي ذيبين حطينا وراي يعني انه بول لازم بول لازم بول هاي قلت نلعب انا عندي بول كن سوي لي بول لازم طق طق هذا اللي وراي الجيمر شنو؟ طق اللي وراي حبيبي انا قاعد اسوي كرافتنج ما اقدر لا اتحرك ولا شيء وانا ما راي ذيب بعد داير لك مساعدة وقف انزين اوقف يطقني شنو برميه بالبول يعني ما راح اقدر ارميه وهو قاعد يتحرك وظلمه شيء تقدر تقدر اتخاف اوكي ظلمه ما يبين يبين شو طلعت يلا يلا طقه وينه لحظه شوف بوشته وقف وقف اخذ 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 وين مات هذا شكله لما تسوي كرافتنج ليش يصير بطيء شيء ناصر فزعه ها مو لازم بطق مو لازم بو مو لازم بطق قبل عصايه مو لازم بو ما عندي الا اللاكس لا طقه فيه قاعد يلحقني انا الحين قاعد اخذ الشاب ماله بس كذي يذبحونه اما كله غاض حط هذا البيت انا باكل بي ما اكل امسك الجيمر امسك